بدك تروحي؟ ميرسي. هلا نهاد لوين راح؟ راح يقدر يلاقي لأبوه؟ آه الحمد لله. مرحبا. لسه ما عرفنا أي شيء عن بابا. تعال حبيبي تعال. الله يلعنه شو عمل فينا هالواطي. شو عملت؟ رحت وقت حكت لي سمر عن اللي حكاه حلمي أونال، رحت على ريفا. لأنه بابا رح لهنيك؟ ما بعرف بس قلت بروح. ليش بده يروح لهنيك؟ ايه ما في ايه، رحت واجيت ما في حدا. واضح انه عم بيكذب علينا. يعني ما في اثر من حلمي أونال ما هيك؟ ما عم صدق الوضع اللي وقعنا فيه، شوفوا شو صار فينا من تحت راس الوسخ. طيب بابا وينه؟ ليش ما عم بيتصل فينا؟ ما بيعرف انه قلقانين عليه؟ معناتها صدقوا لهداك الحقير. شو عم تحكي؟ بابا مستحيل يصدق هيك شيء. اتصلت فيه كثير، بالاول كان تليفونه عم بيرن وما رد علي مع انه بيعرف اني عم بتصل. وبعدين راح على ريفا. ما راح لهنيك، ليش بده يروح؟ سمر حبيبتي تعي لهون. بدي اتسطح. تعرضت لإهانة كبيرة، إذا عدنان صدق هالشغلة هذا موقف كتير سيء. معقولة يصدق هالجنان؟ مهند لا تعمل هيك. شوفوا شو صار، كلياتنا تشتتنا. لو يشوفنا هالحقير هيك كان رح ينبسط ويفرفش. الله يخليك لا تضايق حالك، اكيد بابا عم يفكر بشي طريقة لحتى يوقفوا عند حده. بعد شوي بيجي وبنعرف منه كل شي. ماشي. مراد قاعد فوق، اطلع لعنده وشوفه شوي. أنا حكيت معه بس لساته متضايق. يا حرام، هو ما بيعرف شو اللي صاير. ليش مين منا عم يفهم؟ معقولة هالوضع؟ نعم.
صار لازم نحكي. لا لا امتى اجيت؟ هلا. هلا بجي لعندك يا مراد. Thank you.